السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي عالم منى أم أحمد. اليوم بغيت نشارك معكم هذا البسكوي للوليدات، كيجي زوين الصراحة لا في الشكل ولا في المذاق. تقدروا تصيفطوه معاهم المدرسة ولا هكا في الدار، مرة الوليدات كيبغوا شي حاجة حلوة، اللهم تعطيهم شي حاجة ديال الدار، ولا نبقاو نشريو دوك البسكويات ديال الزنقة ما نعرفوهم باش نصايبين. نتمنى يعجبكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاجو لهذا البسكوي، 125 غرام ديال الزبدة، أي نوع ديال الزبدة بغيتو، أنا درت ديال البواطة، نص بواطة ديال طرابة هي 125 غرام. كنحتاجو واحد الفاني باش نتسمو، واحد الخمارة 8 غرام، بيضة، فرماجة كيما كانت، ثلاثة المعالق ديال الحليب السائل، كاس ديال السنيدة، وكاس ديال الزيت، والدقيق حسب الخليط من 5 تقريبا حتى 6 ديال الكيسان. ندوزو للطريقة. بالنسبة للطريقة كناخدو الزبدة كنوضعوها في البول اللي غنخدمو فيه، اللي بغى يستعمل القصرية يستعمل القصرية. كنضيفو ليها كاس ديال السنيدة، كنضيفو بيضة، من الأفضل أنها تكون بحرارة الغرفة، كنضيفو فرماجة مثلتة، أي نوع ديال الفرماجة عندكم. كنديرو واحد الفاني باش نسمو، اللي ما بغاش الفاني يقدر يدير شي نكهه اخرى، ديروا قشور الليمون، قشور الحامض، اي حاجه عندكم متوفره في الدار. كنخلطوا هاد المكونات مزيان بالخلاط ديال اليد، بغيتوا ديروا يديكم ديروا يديكم، انا كنفضل انني نخدم في الاول غير بالطراب ديال اليد، هكا كيخلط ليا مزيان. ملي كنبغي ندير الدقيق ديك الساعه راني كندير الدقيق. الزبده من الافضل تكون من حراره الغرفه، ما تكونش جابينها من الثلاجه وخادم بها ديك الساعه باش ما تعذبكمش. صافي كتبقاو تخلطوا مزيان حتى كتحسوا بدوك السنيده بدات كدوب والعناصر كلها انسجمت مع بعضياتها، ديك الساعه كنبداو نزيدوا في الزيت تدريجيا. كندير فوق الزيت بشويه بشويه على ثلاثه المرات ولا جوج غير باش يتخلط لينا مزيان مع ديك الزبده. كنخلط مزيان، حاولوا كل شيء ينسجم لينا، حيت فاش غنبداو نديرو الدقيق غتنعجمو، ما غاديش نبقاو نهجنو في العجينه بزاف، راكم عارفين الطريقه ديال الصابلي ما خصش العجينه تدلك. كنخلط مزيان بهذا الشكل. صافي البنات ملي كينسجموا لي العناصر مزيان كيولي الخليط ديالي على هذا الشكل. صافي كنحبس من التخلاط، كنزيد داك الحليب اللي عندي ثلاثه ديال المعالق. بالنسبه للحليب كنديرو غير باش يعطيني القرمشه للصابلي ديالي، ما يجيش هذا لاوي وكيتفرت الدغيا كيبرد، بهذا الحليب كيولي مقرمش شويه. صافي كنخلط داك الحليب حتى هو مزيان، ملي كينسجم ليا صافي كنحيد الفوي. دابا كندير يدي باش ندير الخماره والدقيق تدريجيا. البنات انا كنفضل نصايب لوليداتي شي حاجه هكا ديال الدار، حسن ما نبقى نشيل لهم دوك البسكويات ديال الحانوت، ما كتعرف باش مصايبين وكيكونوا حلوين بزاف وفيهم مواد حافظه. ماشي ديما في الصراحه كتجيك واحد الوقت ما كيكون عندك والو في الدار ولا ما مصايبه والو، كتضطري انك تشري لهم شي حاجه من الزنقه، ولكن ما تكونش قاعده ماشي ديما. دابا البنات انا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق، غنزيد الكاس الثاني، وغادا ندير الكاس الثالث، وغادا نحاول ندخل داك الدقيق مزيان مع العناصر، وعاد باش نزيد الدقيق. كما قلت لكم في الاول هو راه كيهز تقريبا ما بين 5 الكيسان حتى ل 6 على حساب نوعيه الدقيق ديالكم وعلى حساب ديك البيضه واش كبيره ولا صغيره. المهم درت الخماره حتى هي، انا غادا نحاول نجمع هذا الشيء مزيان ونعاود نزيد الدقيق. المهم البنات انا عطيتكم دابا المقادير قليله ديال نص ربع الزبده وبيضه، نتوما الا جاتكم هاد الكميه قليله بغيتو تضاعفوا المقادير ضاعفوهم، بغيتو تخدموا هاد القياس تجربوه عاد من بعد تبداو تضاعفوا المقادير. انا غالبا كنخدم غير هاد الكميه فقط، كنخدمها حتى كتقاد عليا وعاد كنعاود نصايب. كنبغيش يبقى عندي الصابلي بزاف، في نفس الوقت كنبغي نخدمه بالزربه ما نبقاش معطله في النهار كامل، كل مره ندير شويه وصافي. صافي البنات من بعد ما دخلت داك ثلاثه الكيسان ديال الدقيق مع العناصر مزيان خلطت، دابا غادا نزيد كاس اخر. بالنسبه لهذا الكاس هو الكاس الرابع، كنحسب معكم غير باش تعرفوا بالضبط شحال هز ليا ديال الدقيق، واخا كما قلت لكم راه كيختلف على حسب نوعيه الدقيق ديالكم. صافي غندير الكاس الخامس وغادا نعجن، وديك الساعه الا بان ليا مزيان هو هذاك، بان ليا باقي خصو الدقيق راني غنزيد شويه. خلطوا مزيان غير بصبعانكم، حاولوا ما تدلكوش الصابلي باش ما يخسرش لينا.
صافي انا غادي نكمل دابا العجين ديال هاد الصابلي، غادي نحاول نجمعو ونشوف واش قدوني دوك 5 الكيسان ديال الدقيق، ونرجع معكم باش نقول لكم شحال هز ليا بالضبط. صافي البنات انا جمعت الصابلي ديالي، كملت دوك 5 الكيسان ديال الدقيق، دخلو مزيان مع العجينه، كيبان ليا باقي كيتلصق شويه، غادي نضيف واحد نص كاس ديال الدقيق ونشوف ديك الساعه واش غيخصني ولا صافي. نص كاس يعني دابا في التوتال هز ليا 5 الكيسان ونص ديال الفورص. صافي غادي نجمعو ونرجع معاكم. صافي البنات ها هو الصابلي ديالي واجد كما كتشوفوا، خصو يكون على هذا الشكل. دابا غادي نحاول انني نديرو في بلاستيك غذائي ونحتفظ به في الثلاجة، على حساب نتوما واش مزروبين خليوه غير نص ساعه ولا ساعه. كان عندكم الوقت بغيتو تعجنوه قبل عجنوه قبل وخليوه في الثلاجة حتى تساليه، وديك الساعه كتقدروا تشكلوه، غير ما تخليوش مده طويله لان فيه ديك الخماره. غادي نديرو هكا اي بلاستيك عندنا، غندير انا الفيلم اليمونتير، قسمت العجين على جوج باش منين نبغي نخدم ما نجبدهمش بجوجهم، ما نجبدش العجين كامل، نجبد الكميه اللي غادي نخدم، كنخدم بالنص بالنص، ندير الاولى حتى نسالي منها وعاد نجبد الثانيه. صافي دابا غادي نخليهم يرتاحوا ونرجع معكم مني دوز شي نص ساعه ولا ساعه المكانه، غنتلاقاو باش نشكلوا العجين ديالنا. صافي البنات ها هو العجين ديالي من بعد مرتاح، انا خليته ساعه في الثلاجه على ما قضيت شي حاجه في الدار ورجعت ليه، جبدت وحده وخليت وحده في الثلاجه حتى نسالي من هذه ونجبدها. غادي نفرش واحد البلاستيك، انا خديتها بلاستيكه عاديه اللي كنستعمل في الثلاجه، قطعتها بالمقص حليتها كبيره. صافي وسرحتها فوق البوطاجي، غنحط عليها داك العجين، وخديت بلاستيكه اخرى بحالها قطعتها حتى هي بنفس الطريقه باش نديرها فوق منها باش يجيني الصابلي ديالي ساهل في التشكيل، ما كنبغيش نبقى نديرو نيشان فوق البوطاجي يبقى يلصق ولا يتفرتت ملي تبغي تهزيه ولا هذا. بغيتو ديرو نتوما بابي كويسون ديروه، انا كنفضل البلاستيك. كنحاول نطلق الصابلي ديالي بهذا الشكل، ما يكونش رقيق ما يكونش غليظ بزاف لانه ما غاديش يتلاصقوا مع بعضياتهم، غيبقى غير كل واحد بوحديته. نطلقو مزيان ونرجع معاكم باش نشكلوه باش نطبعوه ونديروه في اللاطة. صافي البنات ها هو العجين ديالي ملي طلقته، انا اختاريت هذا المرشم حيت داير هذا البسكوي دابا على قبل ولدي كنصيفطو معاه للمدرسة باش كيعجبو كيتشجع انه ياكلو مع الوليدات. نتوما تقدروا تختاروا المرشم اللي بغيتو، اي مرشم بغيتو تقدروا تخدموا به. انا بعض المرات كندير مربع مدور عادي كيجي بحال حليوه ولا بسكوي هكا مع قهيوه في الصباح ولا في العشيه، كل واحد يختار المرشم اللي بغى. بالنسبه للبنات لهاد المريشمات اللي ولاو دابا ديال البيستولي كيجيوني انا ساهلين في الاستعمال، حتى المبتدئات كاع في الصابلي يقدروا ياخذوهم، راه كاينين في الشكل بزاف وزوينين، ما كيعذبوكش في الخدمه. الصابلي ملي كتجي تهزيه ما كيتفرتت لك ما والو، حيت اصلا هو كيلصق، شتي كيلصق في المرشم، كتهزي كتحطيه في اللاطه نيشان، ماشي بحال المراشم العاديين كطبعيه وكيبقى لك محطوط، خصك ديري باش موس باش تهزيه ولا يديك يقدر يتفرتت ليك ولا يواج ولا يدي فورما. اللهم هادو ساهلين، وراه دابا ولاو متواجدين في كاع الشكالات اللي بغيتو كتلقاوهم. صافي كنكمل بهذه الطريقه العجين اللي عندي كامل، نديرو في اللاطه ونرجع معاكم. صافي البنات انا كملت اللاطه، طبعت كاع ديك العجينه اللي عندي، هادشي اللي بقى ليا نحاولوا البنات ما نجمعوهش حيت الصابلي ما كيبغيش يتجمع، وكيجي في الاخر داك اللي كيبقاو لينا هكا داك العجين اللي كيبقى كيجي الشكل ديالو في الاخر ما زوينش بحال داك الاول اللي طبعنا، ولكن الا درتو ليه هاد الطريقه كيجي فحالو فحال الاخر، ما كيبانش نهائيا الفرق. صافي جمعوه بحال هكا وتحتفظوا به، تتعاودوا تدلكوه مره اخرى يرتاح شويه وتعاودوا تدلكوه. صافي كناخذ صفر بيضه كنزيد عليها معلقه كبيره ديال دانون مسوس، غنزيد شويه حيت ما عمرتش المعلقه. صافي كنخلطو مزيان حتى كيتخلطوا لينا على هذا الشكل. بغيتو تزيدوا عليه معلقه الخل ولا هذا
باش يحيد لكم الزفوريه زيدوه، ولكن هو ما كيجيش فيه المذاق حيت داير مع داك دانون مسوس، كيدير الدور ديالو حتى هو بحال الخل ولا بحال درتي الحليب ولا هذا. صافي كنخلط مزيان، كناخذ شيته صافي كندوز هذا الخليط على الوجه ديال الصابلي ديالنا كامل. انا كيعجبني ندهن هذا الصابلي ديال ولدي حيت كيجي الشكل ديالو زوين فاش كيطيب، كيجي بحال فيه جوج تلوينات ولا هذا، كيجي مذهب زوين وفي نفس الوقت كيعطي واحد المذاق زوين. داك دانون مسوس كيجي داك الصابلي بحال مملح مع ديك الفرماجه اللي درنا في الاول، كيجي زوين. صافي كندهنهم هذا الشكل كاملين. الفران انا راني شعلته، سخنته مزيان وخليته سخون. ملي غنبغي نخشي الصابلي ديالي غنطفي الفوق، غنخلي غير لتحت صافي ونخشيه وعلى نار مهيله. البنات الصابلي راكم عارفين راه ما كيبغيش العافيه تكون مجهده باش يطيب لكم من الداخل، ماشي تخطف صافي ولي دغيا دغيا يذهب وتخرجوه وهو باقي من الداخل ما طيبش مزيان. ديما الصابلي نقصوا البوطه نخلي لتحت، ملي يطيب ليا يبان ليا بدا كيصفار غير شويه من الجناب صافي كنشعل عليه الفوق، كنبقى جالسه حداه نحضيه حيت غتغفلي عليه صافي غادي يتحرق لكم البنات. هذه هي طريقتي انا في الطياب ديال الصابلي. صافي نكملو كامل ونرجع معاكم. صافي البنات انا كملت الصابلي ديالي كامل كما كتشوفوا، راه هذيك الكميه العجين اللي عطيتكم البنات راه خرجت ليا جوج لاطات بحال هذه ولاطه اخرى صغيره، راه كيعطي بزاف، راه كيعطي تقريبا 100 حبه لان هذا المرشم صغير شويه. كنتو استعملتو مرشم كبر من هذا راه غادي يخرج لكم 80 حبه بحال هكا حتى 90. صافي غنديرهم يطيبوا ونرجع معاكم. صافي البنات ها هو الصابلي ديالي من بعد ما كملته في الطياب، كيجي على هذا الشكل، كيجي مذهب وزوين. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. راه تقدروا تستعملوا طابع اخر الا بغيتوا ديروه لكم نتوما للدار، بغيتوه الوليدات كديروا شي مرشم اللي كيعجب الوليدات الصغار. كيجي على هذا الشكل، كيجي في الصراحه بنين ومقرمش. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. الى اللقاء.